هذا السائل عبد المجيد المحمود يقول: فضيلة الشيخ، أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ وأرجو البسط في هذه المسألة، مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المؤمنين الصادقين في إيمانهم إذا أعطوا شكروا، وإذا ابتلوا صبروا. هذه صفات المؤمن، أنه يشكر عند الرخاء ويصبر عند البلاء. قد اختلف العلماء أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر. منهم من فضل هذا ومنهم من فضل هذا. شيخ الإسلام بن تيمية بن قيم رحمهما الله يقولان: أفضلهما أتقاهما لله عز وجل، أتقاهما لله هو الأفضل، والله أعلم. نعم.